الشخص اللي عنده عوامل خطورة مثلاً التهابات معينة فرضاً بيسأل سؤال متكرر هو السفر خارج الولايات المتحدة لأنه بغير دول في أمراض ممكن ما تكون موجودة بالولايات المتحدة فما يعود يحس إنه يأخذ الدم للشخص اللي عنده خطورة إنه يكون عنده أمراض تانية وبإذن الله عنا بمجتمعنا طبيعي الموضوع أسهل بكتير بالمجتمعات الغربية في موضوع عوامل خطورة الـ HIV، الإيدز، التهاب الكبد إن شاء الله هالأمور بمجتمعنا بإذن الله ما تكون موجودة بس لحتى تتوقعوا شو الأسئلة اللي ممكن تنسألوها بعدين في فحص طبي بسيط جدا مختصر يعني ضغط الدم الحرارة يتأكدوا إنه ما في ماله مريض الشخص وما شابه بعدين في قياس خضاب الدم الهيموغلوبين الشخص اللي خضابه منخفض تحت 12.5 ما مفروض يتبرع بالدم لأنه بيكون عم يفقد دم إضافي فلقياس خضاب الدم بيصير أول شيء بشكة بسيطة بالأصبع وبياخدوا كمية صغيرة من الدم قبل التبرع بالدم قبل سحب الكمية الكبيرة فاللي خضابه فوق 12.5 فيه يتبرع المرحلة اللي بعدها هي فعليا جمع الدم جمع الدم بيصير من أحد الأوعية الكبيرة الأوردة الكبيرة عموما بالساعد بتكون بينوصل بأنابيب لكيس دم بينحط على جهاز معين بيخليه يتحرك حتى ما يصير في تخثر بكيس الدم بيتم جمع بحدود النص لتر يعني قريبة 450 سي سي بتوقع 450 ميلي لتر تقريبا السحب الدم جمعه بياخد بحدود 10 دقائق العملية كلها مع التسجيل والفحص الطبي والأسئلة تملاية البيانات تأخذ بحدود الساعة هلأ في نصائح يفضل يتذكرها الشخص اللي بده يتبرع بالدم لتكون تجربة التبرع بالدم سهلة وبدون مشاكل أول شيء قبل التبرع بالدم يفضل الإنسان يكون well hydrated يشرب منيح سوائل ما يكون متجفف لأنه أكيد لما نأخذ كمية إضافية من السوائل من الدم إذا الإنسان متجفف من الأصل بتساوي مشاكل كمان الإنسان لازم ما يكون وصلان على empty stomach ما يكون جوعان السبب أنه الشخص الجوعان مع ألم الإبرة والتبرع فقدان كمية من الدم ممكن بسهولة يصير syncope يعني يفقد يصير فقدان وعي مؤقت بسبب سحب الدم فلازم الإنسان يكون يعني حافظ على وضع تغذوي جيد السكره يكون جيد بالدم ما يكون منخفض سكره ولذلك بنقول لازم الشخص يأكل قبل كم ساعة من ما يجي على تبرع الدم كمان ما يأكل مباشرة قبل ما يجي على تبرع الدم لأنه لما بيجي ومعدته مليانة كمان أثناء الألم من الإبرة وما شابه ممكن يصير نوجيا وفوميتين و يعني يتقيأ المريض فلا يكون جوعان بشكل كامل وما له آكل نهائياً ولا يكون آكل مباشرة قبل التبرع فقبل ساعتين أو ثلاثة بيكون مناسب طعام عالي الدسم خلال 24 ساعة الأخيرة قبل التبرع ممكن يساوي مشكلة لأنه كيس الدم اللي بنتبرع فيه بده ينفحص للبحث عن جراثيم معينة بيخضع لاختبارات مناعية مختلفة لما بيكون الدسم عالي بالدم للأسف الاختبارات ما بتعود تشتغل فبيضطروا يكبوا وحدة الدم فما بدنا أكيد نحن نتبرع بالدم بالآخر يضطروا يكبوا وحدة الدم لأنه كنا أكلين أكل دسم خلال آخر 24 ساعة طبيعي لازم تكون تغذيتنا غنية بالحديد خلال الأسابيع الأخيرة قبل التبرع حتى لأنه التبرع بالدم بيفقد الإنسان كمية منيحة من الحديد اتذكروا بده يكون معكم ID ويفضل انه الواحد يجيب مثلا الكيس الادوية تبعه لانه هذا سؤال طبيعي مطلوب يعرفه لما بدهم يسحبوا الدم انه على الادوية اللي المريض عم ياخذها هلا بعد التبرع خلال اول 24 ساعة بعد التبرع كمان بيضل موضوع شرب المي شغلة اساسية كمان دائما يخلي المريض نفسه well hydrated ما يتجفى خلال اول 24 بالذات الجهد المفرط كمان لازم المريض يتجنبه خلال أول يوم بعد التبرع هلا السبب كمان مثل ما قلنا أنه إذا تجفف المريض أو الجهد المفرط يكون في مشكلة خلال أول 24 ساعة بالذات لأنه فترة أول 24 ساعة هي الفترة اللي ببلش الجسم يعوض فيها الحجم المفقود من الدم بيعوضها من خلال البلازما يعني السائل المي كريات الحمر بتاخد فترة أكبر بكتير ليعوضها الإنسان بس على ما قلي الدم لما
لما بيرد بيولد الإنسان بيولد الجسم بلازما، فبعد 24 ساعة بيكون الوضع صار أفضل بكتير وبصير احتمالات أي مشاكل أقل. هلا في حالات يفضل الإنسان ما يتبرع فيها بالدم، إذا خلال آخر 24 ساعة، يعني إذا واحد مثلا بكرة عنده تداخل جراحي على الأسنان مثلا، إذا صار نزف بالأسنان بدنا نتوقع إنه القرن اللي صار فيها نزف ممكن يفوت فيها جراثيم من الفم على مجرى الدم، فخلال 24 ساعة بينما يتخلص الجسم من هالجراثيم مفروض ما يتبرع الإنسان، ولو ما ظهر عليه علامات التهاب يعني ممكن الآخذ الشخص اللي بياخذ الدم تكون مناعته ضعيفة، وحتى جراثيم بسيطة أو كمية بسيطة من الجراثيم ممكن تأثر فيه، فيفضل يتجنب الإنسان التبرع بالدم خلال 24 ساعة من التداخل على الأسنان. إذا كان حفر بسيط بالأسنان مثلاً، يعني فيلم بسيط وبدون نزف بالتم، بتوقع ما في مشكلة يتبرع الإنسان. طب إذا الشخص مريض يفضل ما يتبرع أو لازم ما يتبرع. الشخص اللي وزنه منخفض تحت 120 باوند، 50 كيلو أو 55 كيلوغرام، كمان غير مناسب إنه يتبرع. إذا الإنسان عنده فقر دم أكيد ما في يفقد دم إضافي، فبخضابه تحت 12.5 ما في داعي يتبرع. في فوائد صحية للتبرع بالدم، يعني صحيح نحن عم نساويها ك يعني تعبير عن مواساتنا للإمام الحسين ومشاركتنا لهالعطاء الإنساني اللي قدمه، نحن نحاول نعطي عطاء إنساني كمان بالتبرع، بس في فوائد صحية للمتبرع بالدم نفسه، هاي بدنا نتذكرها. أول شيء يعني هاي سبب جانبي، إنه بيحصل الإنسان على اختبارات دموية، الدم اللي عم نتبرع فيه حيروح ويخضع لاختبارات، فإذا في أي مرض، مو أي مرض يعني في مجموعة أمراض إذا موجودة بهالدم ونحن ما نعرفانين عنها، بيتصلوا بنك الدم أو الصليب الأحمر وبيخبرونا إنه عينة الدم فيها المرض الفلاني، فبراجع الإنسان. فهي أحد الفوائد. فائدة تانية، الحديد الزايد اللي بالجسم يتخلص منه من خلال التبرع بالدم، لأنه الحديد هو المكون الأساسي للخضاب اللي بينقل الأكسجين بالجسم بالدم. والمشكلة بالحديد الزايد إنه بيشكل الشيء اللي بنسميه free radicals أو الجذور الحرة. الجذور الحرة هي مركبات كيماوية بتأذي أوعية الدم وبتأذي القلب، وبالتالي في فائدة إنه نتخلص من الحديد لنقلل تشكيل الجذور الحرة. كمان تبرع بالدم بينقص لزوجة الدم، لأنه الجسم لفترة تقريبا شهرين بيكون قادر يعوض عن مقدار الدم اللي فقده من خلال البلازما اللي هي سائل، بس لسه الكريات الحمراء ما تكون شكلت، فالدم اللي بيكون كتير فيه البلازما وقليل الكريات الحمراء بيكون لزوجته أقل، واللزوجة الأقل بتعني احتمال أقل للاحتشاءات القلبية، الميوكارديال انفاركشن، الستروك، الجلطة الدماغية. كمان مثل ما قلنا الجذور الحرة بتأثبت أحد أسباب السرطان، أحد الأسباب المشاركة بتشكل السرطان، فالدراسات الأحصائية الطبية ورجتنا أنه نسبة الاحتشاءات القلبية، الجلطات الدماغية وحتى السرطانات أقل عند الناس اللي بيتبرعوا بشكل متكرر، فأكيد فيها فوائد متعددة للمتبرع. نقل العظام البون مارولز، المادة اللي جوات العظم اللي بتشكل الكريات الحمر، بتتنشط بعد ما يتبرع المريض بالدم، بترد بتجدد نشاطها لحتى تعود المقدار المفقود بالدم، فبيخليها دائما متجددة. وفي فائدة أخيرة بحب أذكرها، نحن دائما بنحكي أحيانا عن فقدان يعني التخلص من الكالوريز للحفاظ على الوزن، للحفاظ على الصحة. كل وحدة دم لما نتبرع فيها بيكون الجسم عم يفقد 650 كالوري، طبيعي ما لا مقدار هائل، بس يعني فائدة تضاف إلى ما ذكرنا إنه فعلياً عم تفقد جزء من الكالوريز. هلا طبيعي التبرع بالدم عملية فيها يعني قد تؤدي إلى اختلاطات complications، فيفضل كمان نذكرها لتوقع الإنسان شو ممكن يصير complications. هلا الفينتين أو التعب شغلات قد تحدث، النوجيا الفوميتين القياء كمان قد يحدث أثناء التبرع بالدم أو بعده، طبيعي عملية قد
قد تكون مؤلمة بعض الشيء، قد نلاقي بروز كدمات على الجلد بعدها. أما الاختلاطات يعني الجدية أكثر الشديدة أكثر مثل أذية العصب أو أذية للشريان فهي كثير كثير نادرة. وطبيعي بتسأل الإنسان إنه هل ممكن أنصاب بأمراض معينة؟ يعني جراثيم أمراض جرثومية مثلاً خلال العملية التبرع بالدم؟ أكيد لا، لأنه أنت عم تعطي الدم ما عم يفوت على جسمك دم، والعملية بتتم بشروط عقيمة. الإبرة اللي عم يستعملوها تستعمل لشخص واحد، حتى الأنابيب التيوبين الباكس تبع الدم كلها لشخص واحد، فما في ما مفروض تتسبب أي عملية انتانات أو التهابات جرثومية. حكيت أنا عن أنواع أو حكيت عن مكونات الدم، حكينا كريات حمر، كريات بيض، صفيحات وبلازما. هلأ حاليا صار أو عفوا لما الإنسان بده يتبرع بالدم على الأغلب البلد درايف اللي بتساويها الريد كروس الصليب الأحمر بيكون تبرع بكامل الدم، يعني لما بياخدوا مثلا نص لتر بيكونوا عم ياخدوا نص لتر دم. في حالات أقل بس حنذكرها بسرعة، اللي هو لما بيشروح متبرع الدم وبيتبرع بأحد مكونات الدم، يعني فيهم يحطوا الإبرة ويسحبوا الدم يأخذوا منه بس البلازما ويرجعوا الكريات الحمر مثلا، أو يأخذوا منه بس الكريات الحمر ويرجعوا البلازما، أو يأخذوا بس الصفيحات ويرجعوا الباقي. ففي أنواع نادرة ما تستخدم للتبرع بالدم، بس على الأغلب مو هذا الشيء اللي حنساوي بعد بكرة. هلا بعد ما الجسم يفقد هالنص لتر دم مثلا، حكينا الجسم خلال اول يوم بيعوض البلازما، لانه البلازما سهل تعويضها، هي سائل مي زائد بعض المواد الكيماويه، هي يوم واحد بتتعوض. الصفيحات بدها اكثر للتعوض، بدها 7 ايام اسبوع الصفيحات بيتم تشكيلها، بيرجع عدد الصفيحات طبيعي. كريات الحمر بتاخذ اكثر من غيرها، بتاخذ 6 اسابيع. ولذلك السؤال لما يسأل شخص انه فيني اتبرع بشكل متكرر او انا مؤخرا تبرعت فيني ارد اتبرع، منقول انه اكيد بما انه الجسم بيحسن يشكل كريات الحمر خلال 6 اسابيع، فاذا مرقت 8 اسابيع على اخر تبرع الدم 2 شهر ففيك تتبرع مرة تانية. اذا التبرع بس بالصفيحات في الواحد يتبرع حتى اكثر، كل اسبوع فيه يتبرع مرة. هلا لما كيس الدم بينجمع وبيروح على بنك الدم، اللي بيصير فيه كيس الدم اللي بيكون حوالي نص لتر مثل ما حكينا بيخضع لعمليات فيزيائية معينة، على الأغلب بتكون عمليات تدوير سريع، بينحط بأجهزة والأجهزة بتدوره بشكل سريع لكيس الدم، فالمكونات المختلفة بتبلش تنفصل عن بعضها. بعد ما يفصلون بيعبوا الكريات الحمر بأكياس، الصفيحات بأكياس ثانية، والبلازما بأكياس مختلفة كمان. فصار عندنا هلا أكياس مختلفة، كريات حمر صفيحات وبلازما. الكريات البيض قليل كتير ما يتم نقلها، لأنه عملية برافقها كتير خطورة وممكن يرافقها أليرجي شديدة وحتى موت، فما عادة لا يتم نقلها. مثل ما قلنا حسب حاجة المريض، هل هو محتاج لكريات حمر ولا لبلازما ولا الصفيحات، بينقلوا هل الأكياس اللي حصلوا عليها بدءا من كيس دم كامل. فمثل ما حكينا أول ما نتبرع بالدم هو دم كامل، بس عموما متى ما راح على الفريزرز وتجمد بنكون عم نحكي عن يا كريات حمر يا صفيحات يا بلازما. هذا اللي حبيت أنا حضره عن الموضوع، يكون عندكم فكرة مبسطة عن شو البروسيس شو العملية اللي حتمروا عليها، وشوية معلومات إضافية ساعدكم عن فهم إنه شو فائدة التبرع بالدم وشو بيخدم المريض نفسه، بيخدم المتبرع والمتلقي، يعني خدمة إنسانية كبيرة أكيد. فإذا حدا عنده أسئلة بيسألني إنه جاوب عليها. اللي عنده سكر أو كوليسترول، هلا اللي عنده كوليسترول حكينا انه اذا كان نسبة الدسم بالدم كتير عالية ممكن يصير مشاكل، ما يحسنوا يختبروا الاختبارات الجرثومية على الدم فتنكب وحدة الدم، بس بتكون كتير عالية. انا ما عندي ارقام معينة، ما بعرف
انه ارقام ممكن تساوي مشكله، بس اذا الكوليسترول معالج وارقامه قريبه من الطبيعيه فما حيكون في مشكله. السكر كمان ما في مشكله، اذا الشخص عنده سكر وبده يتبرع بالدم ما في اي مشكله، بس يتاكد ما يكون سكره واطي. يعني لما تروح على التبرع بالدم خلي سكرك طبيعي، اذا اكثر من الطبيعي كمان ما في مشكله، بس ما يكون اوطى من الطبيعي، لانه اثناء عمليه التبرع من الدم بالدم ممكن تساوي مشاكل اذا السكر كان واطي. ما في اي مشكله، اللي عنده ربو ازمه تنفسيه صدريه ما في اي مشكله طبيعي. يعني اذا كانت شديده لدرجه انه اثناء التبرع بالدم حسيت حالك تعبت وما عاد فيك تبرع بالدم، فاكيد بدك تخبر الستاف انه ما عاد فيك تحمل، بس بشكل عام ما مفروض تكون تساوي اي مشاكل. تفضل عمو. والقدر سكر عم يتبرع؟ ما في مشكله نهائيا، بفيدك بتخسر 650 كالوري فبتساعد شوي وما فيها خطوره عمو. ما في مشكلة لا. يعني الشغلة اللي بتحدد انه حيسحبوا منك دم ولا لا عموما هي الخضاب، انه ما يكون منخفض، اما سكر عالي ما بيأثر، حتى كوليسترول عالي الاغلب بيسحبوا الدم، بس احتمال اذا لقوا كتير كتير عالي ما يحسنوا يستفيدوا من وحدة الدم، بس اذا ارتفاع بسيط ما حيأثر، ما في مشكلة. فإلا اذا واحد بيعرف ارقامه يعني خيالية سكاي هاي، يعني وقتها أقل من 200 ما في مشكلة. أخو دكتور اشتغل لي بعد التبرع شو نوع التغذية المناسبة يعني حتى يعوض الأغذية الغنية بالحديد، لأنه المكون الأساسي للدم هو الكريات الحمر، الكريات الحمر المركب الكيماوي الأساسي فيها اللي بينقل الأكسجين هو الحديد، الخضاب اللي هو مشكل من عدة ذرات حديد. فلما عم تتبرع انت وعم تخسر الحديد، هلا احتمال يكون شغلة مفيدة اذا خضابك عالي يكون مو خسارة منوب انه تخسر من تخلص من هالدم، بس اذا الخضاب على الأد يعني اذا الخضاب واطي ما حيسحبوا منك اصلا، مثل ما قلنا بيفحصوا من الاصبع اول شيء، اذا تحت 12 ونص ما حياخذوا دم. هلا اذا الخضاب مثلا 13 او 14 بلشت تحس حالك تعبت بعد التبرع بالدم، الغذاء الأساسي أولاً مثل ما حكينا السوائل مشان فترة أول يوم الجسم يحاول يعوض الحجم جوات الأوعية، لأنه نص لتر خسرته مثلاً إذا الدم بجسمه 5 لتر تخسر نص لتر من أصل 5، يعني خسرت 10% ممكن يساوي انخفاض ضغط. السوائل بتحافظ لك على ضغطك. أما التغذية فالأغذية الغنية بالحديد، الأغذية الغنية بالحديد يعني اللحم الأحمر، السبانخ، بعض الأغذية الورقية، الكبد، هدول الأغذية الغنية بالحديد بتساعد الجسم إذا كان الحديد فيه يعني المستوى متدني ما له كثير عالي بتساعده يعود. ماشي مشكورين. و سؤال أخير بلاير، انخفاض ضغط الدم هلا إذا ضغط الدم منخفض بشكل مقبول فما في مشكلة الواحد يتبرع، أما إذا كتير منخفض ما حيخلوه يتبرع. يعني بتوقع إذا مثلاً بالبلد درايف بلاقوا الضغط فرضاً 90/60 أستبعد يخلوه يتبرع. ما بعرف شو الأرقام اللي بيمشوا فيها، بس أكيد إذا منخفض بشدة ما حيخلوه يتبرع، أما إذا انخفاض بسيط ما حيكون في مشكلة. وعلى كل مثل ما حكينا شرب السوائل الكافية قبل التبرع، خاصة آخر كم ساعة قبل التبرع، يعني خلال نهار التبرع وبعد التبرع بيتجنب الإنسان انخفاض الضغط. شكرا، السلام عليكم.